احنا يسمونه هوار الحمار، كانت ازيد الثروه عندنا هي الحيوانيه، ازيد من الفلاحه. هسه الى تباوع للحمار صحراء، بينما كانت هاي بحار من المياه. كانت هاي بالنسبه لك انت هسه الواقف بيها، هاي هو كانت عايشه بيه هاي الامه كلها. المكان هذا ما له مستقبل اذا تبقى ازمه المياه، ماكو كل مستقبل. هذا البستان هذا كان شمس ما تلوح الارض من شده النخيل المزروعه بيها والحمضيات اللي موجوده الزارعه بيها. فمن دخل الماء عندنا المالح فشفت انا تعبي بلاش راح يصير، انتهت الارض جاي تتهالك الارض، حطيتها وبعتها ورحت سكنت بغير مكان.